ملعب اللقاء وخاصة في هذا الشوط، شوط مباراة أول الذي يأتي فيه بلبس الميرينجا، يأتي فيه مع ريال مدريد قبل أن يأتي الشوط الثاني ويلعب مع فريق الحالي فريق السد. التاريخ الكبير كما قلنا لهذا اللاعب، الأرقام الكبيرة لهذا اللاعب بتواجده مع هذا الفريق، يعني أرقام يعني ممكن نتحدث عنها للاعب فاز، وهنا فرصة والواحد صفر يأتي عن طريق راؤول صاحب التكريم يسجل، والتكريم يأتي لهذا الفريق ولهذا اللاعب. سجلت في البطولة، سجلت بتواجدك، وتسجل الآن من خلال هذه النسخة. يسجل راؤول في البطولات، يكون حاضر في البطولات راؤول غونزاليس. راؤول يسجل في مرمى السد، يسجل الهدف الأول في هذه المباراة التكريمية. كارلو أنشيلوتي وتبادل الابتسام، وهنا راؤول غونزاليس بلانكو يسجل أول الأهداف له مع فريق ريال مدريد. يبدو أن الأمور قد تقنع كارلو أنشيلوتي ونقول هاتوا يا السد، هاتوا هاتوا السد، هاتوا ولدنا، نبغى ولدنا معانا. وهنا راؤول غونزاليس باستلهام الكبار وبثقة الكبار يسجل الهدف الأول لمصلحة ريال مدريد. أمامية سريعة لمصلحة ريال مدريد، والهدف الثاني، والهدف الثاني يأتي من إسكو. إسكو نجم، إسكو اللي كان مع ملقا يأتي الآن يسجل الهدف الثاني مع الدقيقة 59. إذن هنا نتابع الكرة، ومرت عرضية وحيدا إسكو لعب له كرة رأسية على يسار سعد الشيب. هنا العرضية اللي كانت من دانييل كارفاخال، والعرضية مرت برأسية موجودة من إسكو ويسجل الهدف الثاني لمصلحة ريال مدريد. يتقدم هنا إسكو، دانييل كارفاخال هي خارج المنطقة أو داخل منطقة الجزاء. هنا نتابع الكرة على خط منطقة الجزاء، ولكن على تنفيذ ركلة الجزاء لمصلحة ريال مدريد، والهدف الثالث، والهدف الثالث من كريم بنزيمة. كريم بنزيمة الذي استطع نجمه مع ليون الفرنسي 2004 إلى 2009، 132 هدف مع ليون أو 132 مباراة، 58 هدف، ومع ريال منذ 2009 الهدف رقم 126 لها الآن يأتي من، أو الهدف رقم 57 من 125 مباراة، أي مباراة رقم. هو متعة أيضا خلف الشاشات اللي تابعنا عبر قنوات الكأس هنا في هذه المباراة. كرة فيها هدف رابع الآن يسجل ريال مدريد بتسديدة موجودة من كارفاخال في اللقطة الماضية، وزيل والتسديدة الأخيرة هنا من رودريغو، من يأتي بالهدف الرابع لمصلحة ريال مدريد. يتقدم الآن بتسديدة على يمين الحارس، عدت هنا اللاعب أوزيل رودريغوز يسجل الهدف. هنا شوف الكرة اللي مرت، شوف الكرة اللي عدت في اليسار، مرور لمسة واحدة مرت لشباك مهند نعيم، يأتي الهدف الرابع لمصلحة ريال مدريد. أربعة أهداف مقابل لا شيء في هذه المباراة، المباراة التكريمية في كأس سانتياغو برنابيو. يتقدم الملوك، هنا محاولة الآن لريال مدريد، فرصة لهدف خامس، برافو نعيم، والهدف الخامس قريب، والهدف بالفعل يأتي مسعود أوزيل، أو هنا من قبل لاعب رودريغو. رودريغو يسجل، يأتي بالهدف رقم 5. إذن 5 أهداف. شوف الكرة هنا رغم المحاولات إلا أنه يسجل ريال مدريد،
يتقدم الملكي بخامس الأهداف. إذن 5-0 في هذه المباراة اللي تأتي في كأس سانتياغو برنابيو. إذن